الملصق العلمي هو نشاط بحثي يسهم في نشر المعرفة. يوم الملصق العلمي أصبح نشاطا سنويا تحرص جامعة الكويت على إقامته بشكل دائم في مختلف الكليات لنشر المعرفة. نعم، الملصق العلمي يهدف إلى حث الطلاب على البحث والمساهمة من خلال عرض ملصقاتهم العلمية في مختلف التخصصات بالمشاركة مع الأساتذة والمختصين. الملصق العلمي هو نشاط بحثي تسعى الجامعة بشكل دائم لتنظيمه في مختلف الكليات. وعلى سبيل المثال للحصر، قدم طلبة كلية الطب بجامعة الكويت ما يقارب 211 ملصقا علميا تنوعت في مختلف التخصصات. طبعا هذا اليوم نحتفل بملصق العلمي للأبحاث، تشارك فيها جامعة الكويت مثل مركز العلوم الطبية والتحت حوالي 5 كليات، وهذه الملصقات كلها في اخر مراحل توصل العلم في الابحاث، وهذه تصب في مصلحه اخيرا في مصلحه المريض، لان نبي اخر ما توصل العلم في علاج المرضى ويكون في احسن حال. التعليم اهم شيء كيف يجرون البحث العلمي وكيف يحضرون نتائجهم، وايضا طريقه استعراض نتائجهم عن طريق البوستر، فهذا يأهلهم لما يتخرجون في المستقبل عندهم امكانيه أن يعرضون نتائج الأبحاث أو مشاركتهم في إجراء الأبحاث العلمية. أما طلبة العلم عبروا بدورهم عن أهمية هذا الحدث وأهمية ما يقدمونه من موضوعات بحثية لها كبير الأثر في نشر التوعية والمعرفة وتعزيز أساليب الحياة الصحية. الملصق مالي يبحث عن سبب وقوع الحوادث لدى الشباب خصوصا طلبة الجامعة، وهذا ممكن يخدم المجتمع ان اذا عرفنا السبب في وقوع الحوادث ممكن نعالجها او نتفاداها مستقبليا. مشاركه بوسترين كل واحد يتكلم عن الامس، وهو المرض التصلب المتعدد تقريبا الحين قاعد ينتشر بشكل كبير بالكويت. يضيف خبره، يضيف تحفيز لي اني اقدم اكثر ما عندي، واحاول اني اشجع الطلبه من حولي. إذن البحث العلمي من خلال هذا النشاط سيسهم في زيادة الحصيلة العلمية وتنمية القدرات والمهارات لدى الطلبة من خلال المشاركة في بذل المعلومات والآراء فيما بينهم وبين المختصين في هذه المجالات. ديما دحدال، تلفزيون دولة الكويت.